المغرب أعاد اليوم فتح حدوده الجوية، مصحوبة هذه الخطوة بجملة شروط وبروتوكول صحي محدد. والصور التي تشاهدون اللحظة من مطار محمد الخامس قبل قليل أن تفتح الأجواء، من شأن هذا القرار أن يعيد الحياة للقطاع السياحي، يشغل 500,000 شخص بطريقة مباشرة. وقبل أن نفتح الموضوع للنقاش مع موفد القناة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء محمد إسرى وضيف الظهيرة مصطفى مهنا من أكادير، نتوقف اللحظة عند البروتوكول الصحي الخاص بالمسافرين من وإلى المغرب.